أكد وزراء دفاع التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب عزمهم على توحيد الجهود لمكافحة تلك الظاهرة والتصدي لها في المجال الفكري. وقال أمين عام التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الفريق عبد الله الصالح خلال البيان الختامي، قال إن وزراء الدفاع أكدوا عزمهم على تنسيق الجهود الرامية للتصدي للإرهاب من خلال العمل الجماعي المنظم لوضع حد لمن يؤجج التطرف والطائفية. وفي الختام يشيد الوزراء بروح التفاهم والتعاون التي سادت الاجتماع والتوافق في الرؤى والمواقف حيال ضرورة القضاء على الإرهاب عبر جهد إقليمي دولي موحد ودائم يحترم مبادئ الشرعية الدولية ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب لهذه الظاهرة، كما يعبرون عن آمالهم وتطلعاتهم في أن تتكاثف الجهود وتتكامل الرؤى للوصول إلى تحقيق الأهداف التي يتوخاها التحالف لمحاربة الإرهاب.